سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل بركة وخير. إن حرية الصحافة التي تعطيها وسائل الإعلام الحديثة من الشبكة العنقودية أي الإنترنت أو غيرها هي خير بحد ذاته، ولكن هنالك تجاوزات وهنالك تطاولا خصوصا على المسيحيين في الشرق الأوسط. وأحيانا يأتي هذا التطاول، والحق يقال، ليس من باب الخبث أو الحقد، ولا نريد أن نحكم على أحد كما قال السيد له المجد لا تدينوا لئلا تدانوا، بل من باب الجهل. يعني كثير مرات ناس عرب عايشين معنا نحن المسيحيين مع الأسف يسيئون فهمنا، وأحيانا ينقل بعض العرب حتى من غير تدقيق من بعض المصادر الأجنبية خصوصا الأمريكية المعادية للمسيحية، وإحدى هذه المصادر هو الكاتب الروائي الذي لا علم له باللاهوت ولا رسوخ عنده في المسيحية، ويعلم الله إذا كان مؤمنا بالله أم لا، وهو الروائي دان براون صاحب شفرة دافينشي، وفي كتابه الأخير الرمز المفقود يعرض هذا السيناريو الذي استشهد به أحد الكتاب، لا بعرفش إذا لازم نسميه كاتب، يعني أحد كتابنا العرب، وكأنه أصاب مغنما كبيرا. بالرمز المفقود الدكتور لانتون، هو مش لانتون يا أخ بل هو لانغدون بطل برضو في شفرة دافينشي، يقول هذا المعلم لطلابه إنه أتعرفون بعض الجماعات السرية عندها عادات واحتفالات وطقوس غريبة ومخيفة، طقوس مخيفة في مبانيها السرية، يشربون الدم من جماجم مجوفة، جماجم جمجوم، ويعني عندهم ويحتفلون حول الأكفان بشموع حول القبور، ما رأيكم بهذا؟ قالوا لا لا لا. ويقول إنه أنا أركع أن أعبد الإله رع، إله الشمس عند قدماء المصريين أي الشعب الفرعوني، وأركع أمام أداة قديمة للتعذيب، ما رأيكم إذا كان هذا ديني؟ قالوا له لا يمكن. قال تعالوا إلى الكنيسة وأريكم أن هذا بالضبط هو ديني، يعني الدين المسيحي الذي يحتفل بالمصلوب ويحتفل بالصليب وعنده طقوس أكل أو ترمز إلى أكل دم الإنسان ولحمه. فهل صحيح أن الله مات مخزوقا على صليب؟ لا أريد أن ألفظ هذه الكلمة التعيسة بشكل آخر. أولا نوضح لي دان براون ولمن صدقه أننا معشر المسيحيين لا نعشق الموت بل نعشق الحياة، وأن مسيحنا الذي صلب ومات ودفن قام من بين الأموات، وهو الحياة وهو الطريق والحق والحياة عندنا، وأراد أن تكون لنا الحياة وتكون لنا أوفر بحيث أننا نعشق الحياة، فيه كانت الحياة والحياة نور الناس. أما الصليب فلا نكرمه كأداة عذاب ولا ننظر إليه كما كان ينظر إليه الوثنيون واليهود، كما بيّن ذلك رسول الأمم الإناء المختار بولس الذي رأى نور المسيح القائم من بين الأموات على طريق دمشق، إن كلمة الصليب
وهذا في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس فصل 1 آية 17، إن كلمة الصليب جهالة عند الذين يسلكون سبيل الهلاك. فبما أن اليهود يطلبون المعجزات واليونانيين يطلبون الحكمة، نحن نبشر بمسيح مصلوب، حجر عثرة لليهود وجنون للوثنيين، ولكن عندنا نحن المخلصين. فالمسيح أي المسيح المصلوب هو قدرة الله وهو حكمة الله. أولا في شأن يوم الإله راع، هل المسيحيين، وفي يتساءل الكاتب العربي إذا أردنا أن نسميه كاتبا، يتساءل من أين أتى يوم الأحد، وأين مكتوب في الإنجيل المقدس، أين مكتوب أنه يجب أن يكون يوم الاحتفال الأسبوعي عند المسيحيين يوم الأحد؟ مكتوب في الإنجيل الطاهر أن السيد المسيح قام من بين الأموات يوم الأحد. نقرأ إنجيل مرقس فصل 16 الآية الأولى وما يقابلها في الأناجيل الأخرى. نقرأ في سفر الرؤيا فصل 1 آية 10، كنت أنا يوحنا في جزيرة بطمس إن كرياكي إميرا في يوم الرب كرياكي. مش مكتوب يوم الشمس، مكتوب كرياكي. اسأل أي واحد يوناني اليوم شو كرياكي، بقول لك يوم الأحد. من وين جاي كرياكي؟ من كيريوس، كيريوس الرب، كيريا إليسون يا رب ارحم. كرياكي يوم الرب، كرياكي صفة. إذن يوم الرب هو يوم الأحد. كرياكي في اليوناني، دومينيكا باللاتيني، ديمانش يعني يوم الرب، بالأرمني جيراجي، جيراجي من كرياكي اليونانية يوم الرب. القديس بولس في رسائله إلى أهل كورنثوس بيقول في أول أسبوع، أول يوم من الأسبوع ائتوا بالتقادم. القديس يوستينوس النابلسي، لأنه في ناس بيقول لك إنه هذا الأحد يوم الأحد هذا كان يوم عبادة عند الوثنيين، وأتى قسطنطين الإمبراطور ووضعه وقت ما أعلن المسيحية دينا للدولة. على فكرة إحنا المسيحيين ممنوع عنا المسيحية تكون دينا للدولة، أما غيرنا مسموح إنه دين الدولة يكون الدين هو دين الدولة والدستور مبني على الدين، أما إحنا المسيحيين ممنوع. إذن إحنا لماذا نحتفل بيوم الأحد بدل السبت؟ لأنه السيد المسيح قام من بين الأموات يوم الأحد، فالأحد هو اليوم الأول وهو اليوم الثامن، هو بداية الأسبوع الجديد، بداية الإنسانية الجديدة. على فكرة 8 هو أحد رموز المسيح. نذهب إلى نابلس في وسط فلسطين. نابلس مستعمرة رومانية اسمها فلافيا نيابوليس، نيابوليس يعني المدينة الجديدة. يولد فيها نحو سنة 90 شخص اسمه يوستينوس، يوستينوس النابلسي، سيصبح فيلسوفا مسيحيا، سيدافع عن المسيحية، سيكتب دفاعين عن المسيحية للإمبراطور أنطونينوس بيوس، ودفاع آخر عن المسيحية مع اليهودي تريفون. في دفاعه الأول عن المسيحية رقم 67 ماذا يكتب يوستينوس باللغة اللاتينية، عفوا اليونانية، بلاش ننسى أنه اللغة اليونانية كانت لغة الثقافة والحضارة في الإمبراطورية الرومانية. بعد ما روما احتلت بلاد اليونان، روما أخذت من اليونان الحضارة أو قسما من الحضارة واللغة اليونانية، لدرجة أن الطقس اللاتيني نشأ في روما
باللغة اليونانية أولا. هذا حتى نقول للناس إنه ما فيش فرق بين لاتين وروم. الطقس اللاتيني نفسه نشأ في اللغة اليونانية في روما نفسها. ماذا يكتب القديس يوستينوس للإمبراطور أنطونينوس بيوس؟ يقول له: كل يوم شمس نجتمع كلنا من القرى والمدن، ويأتون للمترأس بخبز وخمر مخلوطة بماء، وبعدها بعد أن نكون قد قرأنا كتابات الأنبياء يعني العهد القديم ومذكرات الرسل يعني الرسائل وأعمال الرسل والإنجيل الطاهر، وقتها يكسر الخبز ويصلى على الخمر وإلى آخره. إذن كل يوم شمس. الآن نعود إلى العبارات التي تدل سواء عند دان براون أو عند صديقنا العربي على سوء فهم. لما أقول لك: هل مات الله على الصليب؟ الله لا يموت. وإحنا المسيحيين نقول: الله لا يموت، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. أيوس أوثيوس، أيوس إسكيروس، أيوس أثاناتوس، ليسون إيماس، قديشات ألوهو، قديشات حالتونو، قديشات لومايوتو، اترحم علي. إذن الله لا يموت يا عزيزنا، يا عزيزنا دان براون، يا عزيزنا جمجوم أو غيره. نحن المسيحيون، نحن المسيحيين لا نقول وما قلنا ولن نقول أبدا أن الله مات. بل هلا في ناس بقول لك الذي مات هو الابن. ما هو روح فهم العالم الشرقي إنه الابن لا تعني سلالة جسدية فيزيولوجية. الابن يعني كلمة الله، بس مش كلمة الله لا تموت، كلمة الله الذي يموت هو المسيح الإنسان، والكلمة صار جسدا. الذي مات هو المسيح الإنسان. وفي العقيدة المسيحية حتى نفهمها بالعربي، في العقيدة المسيحية الله بحد ذاته، ولا في أي عقيدة ثانية على فكرة، الله كإله لا يموت، ولكن المسيح الإنسان الذي هو تجسد كلمة الله مات كإنسان وليس ككلمة الله. ما هو الثالوث الأقدس عندنا؟ لا هو إغريقي ولا هو فرعوني، هو إله واحد، والله وكلمته وروحه. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة هو الله. كلمة الله هي في الذات الإلهية، روح القدس، مش روح كائن ثاني غير الله، بل روح قدس في الآرامي، روح دي قدشة، يعني روح الله الذي هو القداسة، روح الله الذي هو القدوس. سيداتي سادتي، يبدو أيضا من كلام الأخ، إذن خلينا نحكيها بالعربي كمان مرة: الله لا يموت، على الصليب مات المسيح الإنسان، يعني مات في طبيعته البشرية، لأن الطبيعة الإلهية والكلمة الإلهية لا تموت. في عنا ملحوظة أخيرة يقولها اللي كتب المقال، وهو إنه كلمة ديوس يعني إله في اللاتيني جاي من زيفس أو زيوس اليونانية، ولكن زيفس اليونانية مش هي أساس كلمة الإله ديوس، بل أساس كلمة ديوس أعتقد هي الكلمة اليونانية ثيوس. ثيوس يعني إله. على كل حال لنفرض يا أخانا إنه كلمة إله في اللاتيني، في اللاتيني معناه ما بتزبطش مع الإنجليزي God أو الألماني God أو الهولندي خود، ما بتزبط غير يعني. الملاحظة هاي فقط للغات اللاتينية. طيب لنفرض يا عمي إنه كلمة ديوس في اللاتيني جاي من زيوس اللي تلفظ اليوم زيفس
في اليونانية على الأقل اليونانية الحديثة. طيب ما هي كلمة الله؟ كما تقول لنا المصادر الإسلامية إنه كلمة الله كانت موجودة حتى عند المشركين، لدرجة إنه إنسان اسمه أي شيء مع الله ممكن إنه كان مشركا. ليش؟ إذا في عنا كلمة الله استخدمها عرب مشركون، هذا وارد في المصادر العربية الإسلامية. استخدمها يهود ناطقون بالعربية، استخدمها مسيحيون عرب وقتها، واستخدمها المسلمون. عنا إحنا المسيح، عنا إحنا بعد اليهود، إحنا المسيحيين العرب واليهود، عفوا إحنا المسيحيين العرب واليهود العرب، بالنسبة لنا الله، وطبعا المسلمين العرب بالنسبة لنا الله هو الإله الواحد الذي لا ثاني له ولا ثالث. ولما إحنا المسيحيين بنقول آب وابن وروح القدس، نعني الله وكلمته وروحه. وشكرا لإصغائكم.